أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصيني تشين جانغ عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما بالقاهرة. أكد شكري على وجود الإرادة السياسية وتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى التوافق في الرؤى والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. تم خلال اللقاء التأكيد على وجود الإرادة السياسية القوية لدي البلدين وبتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب والاستفادة الكاملة من مجالات التعاون لتحقيق مصلحة الشعبين الصديقين. العلاقة المصرية الصينية هي علاقة ضاربة في عمق التاريخ. البلدين لهم حضارة عريقة أسهمت في الحضارة الإنسانية، وتقام هذه العلاقات على مبادئ راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما،